بداية يسعدنا المشاركة في النسخة الثالثة من معرض مدن المستقبل أو هذا الملتقى، واللي السنة هاي شفنا حضور يعني ما شاء الله كل عام أحسن من اللي قبله، وفي زيادة بالاهتمام بمدن المستقبل. طبعا احنا نطور مدن مستدامة في دايموند ديفلوبرز. المدن المستدامة هي حقيقة مدن المستقبل. الهدف من مدن المستقبل أن تكون مستهلكة أقل ومنتجة أكثر، فلابد لهذه المدن أن تكون مبنية على ركائز الاستدامة الثلاث، وهي الاستدامة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. فتركيز عادة بكون على السمارت أو على مناحي معينة من البيئة، لكن الركائز الثلاثة يجب أن تكون متوافرة لتكون مدينة حقا مستدامة. الفرق ما بينها وبين النمط التقليدي في التطوير أنه هاي المدن يجب أن تكون بالإضافة إلى حقا مستدامة، يجب أن تبنى بطريقة بحيث أن يمكن تكرارها. يعني لا يمكن أن تبني أنت مجمع سكني واحد بتكلفة عالية وبطريقة غير عملية وما تتكرر. فبحمد الله المدينة المستدامة في دبي كانت تجربة طبعا فريدة من نوعها لكن ناجحة، وبسبب هذا النجاح تمكننا أنه بالمشاركة مع شروق في إمارة الشارقة بإطلاق مشروع مدينة الشارقة المستدامة. هذا دليل على نجاح النموذج الأول، وبإذن الله سيكون في إطلاق لمشاريع أخرى عالميا مستدامة. المدينة المستدامة في دبي أثبتت أنه يمكن أن نبني حقا بطريقة مستدامة اجتماعيا وبيئيا واقتصاديا. فبسبب هذا النجاح لا يوجد مبرر لنبني بأي طريقة أخرى. يعني هذا النموذج موجود ومتاح للجميع للاطلاع عليه. فبسبب نجاحه والأرقام تفضلوا صوروها، يعني موجودة هنا على الجدار خلفنا تدل على هذا النجاح في مجال الغذاء والطاقة وتوفير المياه وإدارة النفايات. الإنتاج الغذائي شيء مهم حتى يعني تتماشى مع الرؤية والتوجه للأمن الغذائي. فالأمن الغذائي يتم على مستوى المجتمع different scales في المساحات مختلفة أو أحجام مختلفة، على مستوى gated community تطلع للمدينة وللدولة. فكل هاي الأمور أثبت فعاليتها في المدينة المستدامة في دبي، وإن شاء الله سيتم تكرارها عن طريق دايموند ديفلوبرز بالشارقة. أطلقنا المشروع مؤخرا وفي دول أخرى في العالم بإذن الله. هلا احنا بدك تخفف اول شيء البصمه الكربونيه، بدك المنزل نفسه يجب ان يولد طاقته ويقلل استهلاكه من المياه ويعيد تدويرها، يجب ان يقلل انتاجه من النفايات حتى يقلل العبء على البيئه. فلابد من ان يكون هذا هو النموذج الذي يتم البناء فيه بالمستقبل. هلا اذا بتبدا بصفحه جديده وعلى ارض جديده، البنية التحتية مشابهة لكن فيها طبعا مناحي تقنيات ذكية حتى تضمن الوفر اللي بدك اياه في المجالات اللي ذكرتها. إذا بتيجي على مجمعات سكنية أو مباني مقامة فالتكلفة راح تكون أعلى أكيد، اللي هو بسموها بالإنجليزي الريتروفيت. فالتحسين هذا أو التغيير في المباني المقامة له تكلفة، لكن إذا بتبدأ من البداية بالفكر ومنهج الاستدامة والقرار أنه تبني بطريقة مستدامة طبعاً بيكون أفضل. الاستدامة الاقتصادية هي أحد الركائز الثلاث. فالأسعار عنا مثلاً في بدك تشوف سعر التكلفة وسعر المبيع لازم يكون منافس. إذا ما كان منافس وما يعني المواطن ما ممكن يشتري أو يوفر سعره، إذن لا يمكن عادة هذا النموذج. فهذا النموذج يجب أن يكون بسعر مناسب وتشغيله بسعر أقل تكلفة أقل،
فتكلفة تشغيل المدن المستدامة أقل، لأنه عندك الطاقة تكلفتها أقل، تكلفة السكن في المدينة المستدامة أقل، غذائك أقرب إليك، استخدامك للمياه أقل. فهي يعني من الأسباب اللي راح تؤدي إلى انتشار المدن المستدامة بشكل أكبر. النماذج أو النموذج اللي أقمناه والنموذج القادم بالشارقة وإن شاء الله النماذج العالمية القادمة ستثبت أكثر فأكثر أنه هذه هي الطريقة الوحيدة للبناء للحفاظ على مستقبلنا ومستقبل أجيالنا. إحنا قررنا بدايمن ديفلوبرز أنه ما نبني إلا مدن مستدامة ومباني مستدامة، وبإذن الله سنستمر في هذا النهج. وسعيدين جدا أنه في مدن المستقبل حدث سنوي يقام هون بجهود الإخوان اللي منظمينه، وإن شاء الله دائما سنشارك فيه. بارك الله فيكم.